الرسائل شديدة الوضوح والتوجيهات شديدة الحسم لدعم العمالة غير المنتظمة ودعم البطالة. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة. أهلا 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 يا فندم. أهلا بك يا أستاذ حضرتك. معلش أنا طولت حبة من كتر الحماس. لا أنا مستمتع والله. طول كمان مش حماس حماس على رأي يوسف وهبي الله يرحمه، معلش خدتني الجلالة. لا لا رائع والله. لا يا فندم ربنا يخليك. دي مهمة عندي جدا، المسألة المتعلقة بدعم العمالة غير المنتظمة والرئيس تحدث عنها، وأنا عارف كويس إنه حضراتكم كمان في الوزارة اشتغلتوا على ده يمكن حتى من أيام الكورونا، كذلك وزارة التضامن الاجتماعي. بس أنا مهمة عندي قوي يا فندم 5%. تمام تمام يا فندم. شوف أولا يعني كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وعمال مصر طيبين. طبعا بما ان انت اعلامي متميز فخليني ابدا معاك يعني بمدخل متميز شويه. النهارده طبعا انا ليا صديق صحفي متخصص في ملف العمل والعمال ومن دوله عربيه يعني، فهو بيسالني سؤال بيقول لي انتوا ازاي كده النهارده يعني كل يوم نشوف افتتاحات ونشوف دعم للعماله ونشوف مشاريع جديده وكل دي طبعا زي ما حضرتك عارف دي يعني ابرز واسمى حقوق الانسان، يعني لما بتوفر فرص عمل ده حق من حقوق الانسان، لما تفتتح مشاريع وتحقق التنميه ده حق من حقوق الانسان، لما تحمل عماله غير المنتظمه ده حق من حقوق الانسان، يعني كل لما تدرب الشباب على سوق يحتاج على 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 مهن يحتاجها سوق العمل ده برضه حق يعني. اذا هذا الصحفي بيتعجب او بيسال بشكل فيه تعجب يعني. فانا طبعا قلت له انت لو سمعت الكلمه بتاع فخامه رئيس الجمهوريه النهارده في عيد العمال هتجد الاجابه واضحه وصريحه، لما قال ان يعني فيما معناه ان احنا مش يعني طول ما احنا على قلب رجل واحد ما فيش اي حاجه تقلقنا بره. فطبعا كلمه كلنا على قلب رجل واحد وكلنا متماسكين دي كانت سمه وصفه من صفات الدوله المصريه خاصه على مدار الفتره السابقه. عمال مصر كان لهم دور كبير جدا يعني ان هم في هذه الفتره المتوتره حضرتك شايف ان هم كانوا قد ايه متمسكين بشعار قوتنا في وحدتنا، زي ما انا كنت بقول قبل كده زي ما كان في مخططات لضرب الحركه النقابيه، زي ما حاولوا يضربوا الجيوش ويضربوا الاقتصاد كان في برضه محاولات لضرب الحركه النقابيه وتفتيتها، لكن عمال مصر كانوا على قد المسؤوليه، وقفوا خلف الدوله المصريه، وصلوا لعمل والانتاج رغم التحديات. فطبعا الدوله المصريه مش ممكن ابدا زي ما شفنا النهارده لا تنسى أبنائها ولا تنسى عمالها اللي احنا بنسميهم جنود الإنتاج. النهاردة كل القرارات وكل التوجيهات اللي اتكلم عنها فخامة رئيس الجمهورية طبعا كلها زي ما قلت لحضرتك هي حق أساسي من حقوق الإنسان. حق الإنسان مش خاص مش بس سياسي ولكن هو اقتصادي واجتماعي إلى آخره. احنا عندنا مجموعة ملفات عديدة جدا يعني ورسائل عديدة جدا احنا في وزارة القوى العاملة شغالين عليها من فترة، يعني زي ما حضرتك قلت صندوق الطوارئ وما يقوم به من دعم العمال في الشركات المتعثرة، موضوع دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، مثلا إيجاد فرص عمل عن طريق ملتقيات توظيف، مثلا خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل عن طريق 75 مركز تدريب منتشرة متنقلة وثابتة منتشرة على مستوى الجمهورية في نطاق مبادرة حياة كريمة. كل هذه الأمور زي ما قلت لحضرتك كلها توجيهات وكلها سياسات للدولة المصرية في المرحلة الراهنة. الملفات كتير جدا يا أستاذ يوسف، يعني ملف صندوق توجيه الرئيس النهاردة بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وبرضو البدء بتفعيل عمل الصندوق، يعني عند البدء في تفعيل عمل الصندوق صرف يعني إعانة عاجلة للعمالة غير منتظمة قيمتها 1000 جنيه ووثيقة جديدة من شهادة أمان والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص وأيضا القطاع العام والأعمال العام الالتزام بنسبة 5%، وبرضو فكرة إن هنقول القطاع الخاص والقطاع العام دي برضو فيها تميز في هذه الاحتفالية المميزة والمتميزة. أيضا فكرة يا أستاذ يوسف توجيهات فخامة الرئيس بقيام المجلس الأعلى الحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل ده مطروح أصلا بقاله فترة على البرلمان ولكن إعادة مناقشته مرة أخرى ده في إطار الحوار المجتمعي. إحنا عندنا في ملف العمل يا أستاذ يوسف حاجة اسمها أطراف الإنتاج الثلاثة اللي هي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بنتكلم على حوار مجتمعي بين هذه الأطراف على مشروع قانون حيمس كل من يعمل بأجر في مصر هو أيضا بيدور في فلك وفي إطار الدولة المصرية. إمتى القانون ده يتقدم لمجلس النواب يا فندم؟
هو يا فندم المشروع موجود فعلا في مجلس النواب من فتره، وهو الفتره اللي فاتت دي اتناقش، لكن كان في مطالبات من قوى اخرى، يعني ان هي بتقول احنا عايزين نتوسع في المناقشه بحيث ان ما يتمش تهميش اي قوة او اي جهه وطنيه او اي يعني مفكرين ومتخصصين، واعاده طرحه مره اخرى. هو بالفعل موجود في لجنه القوى العامله، ولكن دعوه الرئيس لاعاده طرحه مره اخرى على كحوار على الحوار المجتمعي، ده برضو بيدور في فلك الحوار. يعني احنا دلوقتي زي ما حضرتك عارف ان في حوار وطني بيشارك فيه جميع القوى، فطبعا انت برضو عندك هذا الحوار ليس فقط سياسي زي ما قلت لحضرتك، ولكن هو ايضا اقتصادي واجتماعي طبعا ونقابي وعمالي في كل مفاصل الدوله المصريه. فاحنا عندنا دلوقتي شعار الحوار، الكل يشارك في بناء الجمهوريه الجديده ولا يهمش الا يعني اللي هم اللي انت عارفه. ربنا ياخدهم. انا عايز اشكرك جدا يا استاذ عبد الوهاب، نورتنا وشرفتنا. استاذ عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزاره القوى العامله.